إن اليأس قد يقترب من الكفر، والعياذ بالله. اليائس لا يعرف الله، الله على كل شيء قدير. يعني مثلا في مصيبة أكبر في الحياة من أن يجد نفس الإنسان فجأة في بطن الحوت الأزرق، الله أكبر، 150 طن، 50 طن لحم، 50 طن دهن، 50 طن عظام، وفي ظلمات ثلاث، في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، احتمال النجاة كم بمقاييس أهل الأرض؟ صفر. صفر. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. دقيق الآن، هذه القصة الرائعة قلبت إلى قانون، وكذلك ننجي المؤمنين. أروع شيء بالقصص القرآنية تفاصيل، التفاصيل محدودة جدا، لئلا نتوهم أن هذه القصة وقعت ولن تقع مرة ثانية، جعلها الله قانونا. فإذا إنسان دخل لبطن حوت أزرق وزنه 150 طن وفي الليل وفي ظلمة البحر، احتمال نجاته صفر مكعب إن صح التعبير. نادى في الظلمات، هذه الآية فرجة لكل مؤمن. نعم سيدي، يعني هو يأس، وهناك اليأس مثلا انقطاع الرجاء، ينقطع رجاؤه، وهناك أعظم منه القنوط، إنه ولا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لو يعلم الكفار انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي في المعرضين، فكيف بالمقبلين؟ نحن طبعا الله عز وجل يفرح، لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد، من الضال الواجد والظمآن الوارد. نعم، فالله يفرح لتوبة المؤمن. فأنت إذا استقمت على أمر الله وأقبلت عليه واصطلحت معه أنت كعبد، الله يفرح بك. فإن اليأس كماله مطلق، لأنه فلذلك اليأس يتناقض مع الإيمان، وأنا باجتهاد شخصي، ويقترب من الكفر. سيدي الفاضل، الله تعالى في القرآن الكريم يصف الإنسان في آية بأنه يؤوس، لكن في حالة، قال لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، يدعو بالخير دائما، وإن مسه الشر فيؤوس قنوط. ما هذا التعبير؟ يعني هو الإنسان البعيد عن الله. طبعا طبعا. عفوا، بالمناسبة حيثما وردت كلمة إنسان معرفة بأل تعني أن الإنسان قبل أن يعرف الله، الإنسان عامة. عامة. فالإنسان حينما يأتيه الشيء السلبي ييأس، وفي الإيجابي ينسى. في صفات الذين شردوا عن الله عز وجل، بيكون محاط بنعم لا تعد ولا تحصى، ينساها. المؤمن سيدي ما موقفه؟ إن مسه الخير ما موقفه؟ الخير شكور، وإن مسه الشر صبور. المؤمن شكور وصبور بأن واحد. غير المؤمن ينسى الخير، ينسى الخير ويكبر عنده الشر، ويقنط عندما يصيبه. نعم. الشر. لكن سيدي، يعني حال الأمة اليوم وقد وصلت إلى ما وصلت إليه، الأمة المسلمة تحديدا أتحدث، ألا يدعو لليأس؟ يعني الله عز وجل كن فيكون، زول فيزول، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. أبلغ من ذلك، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هذا التوحيد، الدين كله يضغط بكلمة واحدة، التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يسلمنا إلى غيره، وهو معنا، معنا داعما، معنا حافظا، معنا معطيا، معنا مسعدا. نعم سيدي، لكن يعني اليوم هذه الحالة التي نعيشها لعلها يعني مخاض عسير. والله سيدي هي فيها قاعدة. نعم. والقاعدة دقيقة،
ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. فالبطولة والذكاء والعقل والتفوق أن تكتشف سبب هذه المصيبة. والعقل في ثلاث مبادئ: السببية والغاية وعدم التناقض. يعني أنت غادرت البيت وأقفلت الكهرباء وسافرت أسبوع، رجعت الكهرباء مشتعلة، لماذا تضطرب؟ لأنك مؤمن لابد من إنسان دخل البيت. فلذلك مبدأ السببية هو العقل، والغائية وعدم التناقض. هذه المبادئ تقرب من الله عز وجل. نعم، يعني الحالة التي تعيشها الأمة اليوم لها سبب. أبدا. نعم، يعني السبب قد يكون متنوع. يعني مثلا أنا أجتهد اجتهاد، انسحاب الأكثرية من الشأن العام هذا ذنب كبير، طلع دفع ثمنه. لا تقول ما دخلني وما لي علاقة، انسحاب الأكثرية من الشأن العام دفع ثمنه 100 ضعف. ما المطلوب منا سيدي في هذه الظروف؟ كل أن نهتم بالشأن العام، أن نهتم بالشأن العام اهتمام كبير، وأن نسعى لأن نكون أقوياء. نعم سيدي، أحيانا القوي لأنه بجرة قلم يحق حقا بتوقيع. فإذا أنت ما كنت قوي، شلون؟ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. فالقوي بتوقيع بحل مشكلة، والغني بالمال بحل مشكلة، والعالم بعلمه بحل مشكلة. فلذلك أقول إذا كان طريق القوة سالكا وفق منهج الله يجب أن تكون قويا، لأن خيارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. أما إذا كان طريق القوة على حساب المبادئ والقيم، أقول باجتهاد مني فالضعف وسام شرف لك. نعم، الضعف وسام شرف بمعنى أنه لا يضحي بدينه. يعني طبعا من أجل ما ضحى بدينه، والشيء نفسه يقال في المال وفي أبدا في الغنى، أن يكون غنيا على حساب مبادئه وقيمه. جزاكم الله خيرا سيدي. نعم، سنعود إن شاء الله لمتابعة هذا الحديث الشائق. إخوتي الأكارم، فاصل قصير ونواصل الحديث بصحبتكم، فلا تذهبوا بعيدا. شيخنا الكريم، قبل الفاصل كنا نتداول أمرا مهما، وهو الحديث عن واقع الأمة اليوم وعن وعد الله لهذه الأمة الذي يراه البعض قد تخلف، فبدأ اليأس يدب إلى القلوب. شجعونا سيدي. والله أنا ما رأيت آية تغطي واقعنا تماما كهذه الآية. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وأنا أعتقد يقينا أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين وعدنا بالاستخلاف. والحقيقة المرة أنا أراها دائما أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. نحن لسنا مستخلفين، كما استخلف الذين من قبلكم. قانون صار في شيء آخر، في استخلاف وفي قانون استخلاف. الشيء الثاني: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. والدين الإسلامي الآن غير ممكن، يواجه حربا عالمية ثالثة كانت تحت الطاولة سابقا والآن فوق الطاولة. أحد أعضاء الكونغرس: لن نسمح بقيام حكم إسلامي. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فإذا كنا بالحقيقة المرة لسنا مستخلفين ولسنا ممكنين ولسنا آمنين، أين الخلل؟ ما التفسير؟ جاء التفسير بكلمة واحدة: يعبدونني. فإذا قصر العباد بما ألزمهم الله به من عباده، فالله عز وجل بتعبير معاصر في حل من عوده ثلاث. فالكرة في ملعبنا. أنا أعتقد يقينا أن زوال الكون أهون على الله
من ألا يحقق وعوده للمؤمنين زوال الكون. فالكرة في ملعبنا وإن عدتم عدنا. فلذلك حينما تكون صحوة أساسها العودة إلى الله، أساسها الصلح مع الله، أساسها الاستقامة على أمر الله، أساسها أن يقيم كل إنسان الإسلام في نفسه أولا وفي بيته ثانيا وفي عمله ثالثا، من هنا البداية انتهى الأمر. لذلك الآية المفرحة وما كان الله، كلمة وما كان هذا نفي الشأن. يعني قد تسأل الإنسان هل أنت جائع؟ يقول لك لا تكفي. إنسان محترم هل أنت سارق؟ يقول لك بس فقط لا. يقول لك ما كان لي أن أسرق، لا أقبل ولا أرضى ولا أغطي ولا أسكت، في 12 فعل ليس من شأني. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، القرآن هذا. والله أرى أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. فيها جانب معرفي، جانب سلوكي، جانب جمالي. نعم سيدي، وعندما قرأتم الآية وردني خاطر وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. نعم، ما معنى ارتضى لهم؟ الدين الذي يمكنه يجب أن يرتضيه الله. يعني هل يمكن أن نفعل دين؟ فإذا كان دين فولكلور، نعم، احتفالات، كلمات، زينات، أو كان في العلاقات فقط، البيت غير إسلامي، هذه النقطة دقيقة جدا. فما دام الله عز وجل يرى أن الدين صار فولكلور أو تراث، هذا لا يمكنه، أو عادات وتقاليد، أو عنده خلفية إسلامية، أو أرضية إسلامية، أو توجهات إسلامية، أو عاطفة إسلامية، الإسلام شيء آخر. الإسلام منهج تفصيلي يبدأ من أخص خصوصيات الإنسان وهي العلاقات الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. سيدي إذا يعني لا ينقطع الرجاء من الناس ولا يبقى القلب معلقا، لأن الله عز وجل يقول تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام في ملمح دقيق جدا. يعني ذي الجلال تعظمه والإكرام تحبه. فالعلاقة مع الله ينبغي أن تكون أن تحبه بقدر ما تعظمه، أو أن تعظمه بقدر ما تحبه. فالذي ييأس من روح الله ابتعد عن الإيمان، والذي يتوهم بسذاجة أن الله عز وجل يعطي ما يشاء بلا سبب هذا توهم آخر. فلذلك نحن بحاجة إلى عقيدة سليمة. يعني أنا أقول كلمة، مرة زرت معمل سيارات في أمريكا، قال لي المرافق هذا فيها 300,000 قطعة جنرال موتورز. فأنا كراكب في جريسوري يعني غلاف معدني، وفي مقاعد وفي مقود وفي عجلات وفي محرك وفي بنزين، طلعوا ستة. فإذا بدك كليات الدين، ونحن في الختام، في أربع كليات كبيرة: العقيدة إن صحت صح العمل، الاستقامة ما لم نستقم على أمر الله لن نقطف من ثمار الدين شيئا، الاستقامة سلبية العمل الصالح إنفاق، أن تنفق من علمك من مالك من جاهك من خبرتك إلى آخره، والاتصال بالله. الاتصال بالله وأقم الصلاة لذكري، إنك إن صليت ذكرت الله. لكن لما قال فاذكروني أذكركم، إن ذكرت الله وصليت رد عليك بذكره لك. ماذا يكون إذا ذكرك؟ منحك نعمة الأمن، هذه النعمة لا ينالها إلا المؤمن. منحك نعمة التوفيق، توفق في حياتك الزوجية ومع أولادك وبحرفتك. منحك نعمة السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء،
تشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. العطاء الإلهي لا حدود له. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني إلا جعلت الأرض هويا تحت قدمي وقطعت أسباب السماء بين يدي. سيدي، كلمة الختام ونحن في نهاية برنامج تحدثنا فيه عن أعمال القلوب بين أعمال محببة وأعمال مذمومة، كلمة بسيطة عن توجيه الناس لتعاهد قلوبهم. والله يعني كلمة مختصرة، الرجوع إلى الله والصلح معه وعقد توبة مستمرة تامة، هذا الصلح مع الله السعادة كلها. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. إله عظيم، ذات كاملة، أسماؤه حسنى صفاته علا، أرسل لنا منهجا تفصيليا افعل ولا تفعل، وأمرنا أن نتصل به، فبين عقيدة سليمة عميقة متناسقة حول الكون والحياة والإنسان، وبين منهج تفصيلي كي نستقيم على أمر الله، وبين وسائل للتقرب من الله العمل الصالح، وبين أن نعقد معه